صباح الخير عليكم، أصبحنا وأصبح الملك لله. وش راكم؟ إن شاء الله تكونوا كامل بخير. وانتم تشوفوا في الفيديو تاع اليوم، اليوم هو صباحية العيد. صباح عيدكم، كل عام وانتم بخير، تعيدوا بالصحة والهنا إن شاء الله. كل عام وانتم إن شاء الله بألف ألف خير. راها صباح بكري، لظروف خاصة ما قدرتش على بالكم ندير حتى تحضيرات تاع العيد. حابة نبارطاجي معاكم نهاري اليوم، يعني الفيديو راح يكون خفيف بزاف. قلت لكم لظروف خاصة ما قدرت نسجي والو للعيد هاد السنة. راح نتعرفوا هذه الظروف بإذن الله في الأيام الجاية، راح نبارطاجيها معاكم. قلت لكم لأول مرة يشترك في القناة ما تنساوش ديروا لي لايك، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش يلحقكم كل جديد. لي سقسيوني يقولوا لي اسكو ذبحتوا ضحيتوا السنة؟ نعم ضحينا، بصح ماشي هنايا، ضحينا في البلاد. رجلي بعت لدارهم شراو أضحية باسمنا وضحاو باسمنا. هذه هي، ما حبيناش نضحيو هنا. حتى العام الجاي بإذن الله، بإذن الله إذا كتب ربي وكنا من الحيين. قلت لكم راح صباح بكري، شوفوا هذاك الراجل صباح ربي راه نايض. انا درك نوض نروح نشري شويه تاع لي غاطو من السوبر ماركت. راها 6:30 نستنى يفتح السوبر ماركت ونروح نشري شويه تاع لي غاطو. ما درت والو على بالكم تحضير والو. المهم ونرجع لكم ان شاء الله. صباح ربي، خارجه على 7 و10 نهار العيد، لقيت جارنا قدام الباب دوك يقول لك هذه المراه وين هامله على صباح ربي. لقيت هادو حاجه خفيفه برك يفطروا بيهم، فهم انا حطش السينيه فارغه. هنا راني كملت دخلت نجري واني مولية للدار، ها شريت شويه واني راجعه للدار. ورانا رايحين لتويوتا بارك اللي هو ستاديوم، ما نصليوش في المسجد، نصليو في تويوتا بارك في الستاد. شوفوا معايا الاجواء هنا كيما وصلنا، كيما وصلنا بعدا دخلوا النساء على جهه والرجاله على جهه، فرقوا نظموها مليح. هذا العام مازال ما تعمرش، كنت نحوس على صاحبتي تفاهمت معاها نتلاقاو في هنا نصليو مع بعض. عم بدا الغاشي شوفوا يجي، راه بدا يتعمر. تخيلوا هذا الصطاد كامل يتعمر بالمصلين. يدخلوا معنا هنا في ساحة الصلاة، الله يجزيكم الخير. يا ريت الإخوة اللي جالسين على المدرجات ينزلوا معنا في ساحة الصلاة تعظيما لشعيرة الله عز وجل. الإخوة اللي في المدرجات الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير.
As usual, we are so happy to see each and every one of you here. But first of all, I would like to offer our apology for last Eid. I know you have been sitting here for a long time in the cold. إنه سميع مجيب كل عام وأنتم بخير تقبل الله الطاعات عساكم من عوادة السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله أكبر الله أكبر وهنا كملنا الصلاة وأنا راجعين للدار بعد ما تلاقيت بصاحبتي وقصرنا أنا وياها أنا راجعين للدار ها؟ كل عيد مبارك عيد مبارك كل عام نتوما بخير نعم نتوما بخير ولا تشنف أبوك كنت نقول لك شنو هاي يا عيد مبارك عيد مبارك كل عام نتوما بخير سعيدوا بالصحة ولهنا سعيدوا بالصحة هكا من دراهم لمن هادو لي هم يتفرجوا اي خلاص هي شحال هادو اللي مديت لهم شحال مديت لهم 20 اي من هو اللي مدهم لكم هادو عمو سمير عمو سمير ها جيبوا الكادوات نشوفوا لسه معي افتح نشوف شو مدوا لكم اي هذا تميمي هات نشوف كنيك يا ماما ايه هذوك الكار قسموهم ميمي الداتا المهم اللي هنا وصلت معكم لنهاية الفيديو تاع اليوم ما تنساوش اللي عجبكم الفيديو ديروا لايك اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش يلحقكم كل جديد كما واش نقول لكم استناو الفيديوهات الجايين باذن الله راح يكونوا فيديوهات شابين هيا نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي باذن الله يا سلام